أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن مملكة البحرين وضعت قطاع الرياضة ضمن القطاعات التي تحظى بكل الاهتمام والتشجيع وكل أوجه الدعم والرعاية، بما يعزز قدرة المنتخبات الرياضية فريق البحرين على تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية. جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي عددا من أصحاب بالإنجازات الرياضية التي تحققت مؤخرا. نقل سموه للأبطال والبطلات تحيات جلالة الملك المعظم وهنأهم بتلك النتائج المشرفة، وأثنى سموه على المستوى الرفيع الذي أظهروه ليرفعوا راية الوطن عالية خفاقة، مؤكدا سموه بأن دعم جلالة الملك المعظم ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يشكل عاملا أساسيا في تحقيق تلك الإنجازات التي تدعو للفخر والاعتزاز. أشاد سموه بعزيمة وإصرار الأبطال والبطلات وبرغبتهم الصادقة في إعلاء راية الوطن وتحقيق إنجازات يشار إليها بالبلان، معربا سموه عن الفخر والاعتزاز بما تحقق، متطلعا للمزيد من المثابرة والاجتهاد لمواصلة مسيرة الإنجازات، متمنيا لهم المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القادمة. هذا وقد ألقى سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بالاحتفاء بكوكبة جديدة من أصحاب الإنجازات الرياضية لتتواصل المسيرة المباركة. وتقدم الكوهجي بعظيم الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على دعم سموه لكافة المنتخبات وبحرص سموه للاحتفاء بإنجازات الأبطال في حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي في مبادرة كريمة يشارك فيها الأبطال بإنجازاتهم المتميزة، وهما يشجع اللاعبين ويحفزهم العطاء ويزيدهم فخرا واعتزازا.